ما هو الأسلوب الأنسب للسير على نهج أخيرة اليونيكوم وتنظيم وبناء مستقبلك ومستقبل أجيالك والمجتمع من حولك وفقا لهذا المنهاج الفكري الإنساني؟ رقم واحد، قم بعملية اطلاع واستماع مباشر ومتابعة بقدر ما تستطيع لمواقع اليونيكوم على الإنترنت عبر محركات البحث مستخدما عبارة أخيرة اليونيكوم أو يونيكوم كريد باللغة الإنجليزية، أو زيارة مواقعها الرئيسية على الرابط https://www.unicomphilosophy.info، ومن ثم أبحث عن المواقع والصفحات الخاصة بأخيرة اليونيكوم أو يونيكوم كريد. وعبارة أخيرة اليونيكوم أو اليونيكوم كريد متوفرة لها صفحات في كل مواقع التواصل الاجتماعي العالمي، ستجدها أينما بحثت. رقم 2، اتصل بنا عبر الإيميل أو الماسنجر أو أي من وسائل التواصل والتي هي متوفرة في كل الصفحات والمواقع، هذا إن كان لديك أي استفسارات. 3، أبدأ على الفور على ضبط وتصيير نظام نشاطك اليومي وحياتك الخاصة وفقا لما فهمته صحيحا من مؤشرات نهج وأخيرة اليونيكوم. أبدع في تطوير ذاتك من خلال إيجاد أشخاص متفقون معك فكريا ومستعدون للسير وتنظيم حياتهم وفقا لنهج اليونيكوم. واصل في بناء وتطوير جماعتك الفكرية على نهج اليونيكوم لينطلقوا، كل يبني جماعة متخصصة حوله بنفس الأسلوب الذي استخدمته أنت في بداية تكوين مجموعتك. ابدأوا في التطوير كحركة فكرية أو كموجة فكرية لها منهاجها ورؤيتها الحياتية والاجتماعية للمجتمع البشري وللكون وفقا لمنهاج اليونيكوم التي سيتوفر لكم بكل المواقع الخاصة باليونيكوم على الإنترنت. ابنوا مؤسساتكم الفكرية، أقيموا دورا ومقرات للمنتديات وأنشطة وبرامج تطوعي في المجالات الفكرية والاجتماعية والإنسانية، ووثقوا التواصل مع المجالات المماثلة والمتوافقة والإنسانية حول العالم، وهكذا تستمر العمل والأمل. فأبدأ من الآن، ولا تنسى مسؤوليتك الشخصية ألا تؤرض نفسك أو رفاق موكبك لأي صدامات فكرية أو عقائدية، بل شاركهم في مناسباتهم وحتى طقوسهم التي لا تضر بالإنسانية. كونوا معهم في مجتمعاتهم وفي مآكلهم وفي مشاربهم وفي أفراحهم وفي أحزانهم، ادخلوا معابدهم ومساجدهم وكنائسهم، بل في بيوتهم من أجل الجماعة الإنسانية، واحتفظوا بآرائكم وحقوقكم ومواقفكم الفكرية بقدر ما يتطلبه ظروف البيئة الاجتماعية وأمنكم الشخصي والتنظيمي. كونوا ذرات الماء يتسلل في القفار الحالك ليبأسوا الحياة في البذور المتحجرة، ولكن بهدوء وتأني. لا تنسوا أن اليونيكوم أخيرة فكرية للعاقل والواعي، وأن التعقل والوعي مرتبة إنسانية متقدمة.